أهلا بكم من جديد. لازلنا في إطار هذه اللقاءات التي نجريها مع عدد من الحضور من وجهاء وأعيان ومشايخ القبائل الليبية الذين وفدوا إلى القاهرة والتقوا الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا اليوم لطرح رؤيتهم وتقديم طلبهم وتفويضهم كما استعملوا هذا التعبير في لقائهم للرئيس السيسي وللقيادة المصرية بأن تقدر الموقف وتتدخل في ليبيا إن شاءت في ضوء المخاطر المحدقة بأمن ليبيا وأمن مصر القومي على السواء. العمدة عطية العشيبي عضو مجلس أعيان ومشايخ ليبيا أحد الذين حضروا هذا اللقاء سيحدثنا عن ما دار في هذا اللقاء وما الذي لمسوه من الرئيس عبد الفتاح السيسي. نرحب بك بداية حضرتك. أهلا وسهلا بك. كيف لمستم مستوى التجاوب الذي كان حاصلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على الطلب الذي قدمتموه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم ونبارك على مبعوث رحمة للعالمين عليه منا صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم يبعثه. نعم نحن وصلنا بسلامة الله ولله الحمد لله، وصلنا أرض مصر الطيبة العريقة، وصلنا بلدنا الثاني هي مصر، مصر التاريخ ومصر الحضارة ومصر الكلمة الطيبة ومصر الجهاد ومصر الأمة العربية ومصر، ونقول لك مصر هي كل شيء في العالم العربي، هي أختنا الكبرى، ونحن وصلنا إليها لنقابل سيادة الرئيس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ابن مصر البار. نعم التقينا به وكان لقاء ودي وكان لقاء طيب للغاية وكان مثمر وكان حديث شيق جدا، لمسنا فيه الطيب والكرم والحب والوفاء والتاريخ والجهاد، وهو جهاد مصر وابناء مصر العريقة. فنحن من هذا الموقف حقيقة لمسنا كل ترحاب، ووجدنا على أرضية صادقة وصلبة محبة مصر للليبيين ومحبة الليبيين لمصر، ورحب بنا ترحيب كامل، وكانت جلسة طيبة وكان لقاء مثمر جدا، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. تناولنا فيه قضايا هي قضية ليبيا بالدرجة الأولى، وعرب باسمه وباسم القوات المسلحة العربية المصرية قواتنا على استعدادها في أي لحظة تكون، ونستلم منكم الأمر بالدخول ونستلم منكم الأمر بالخروج في حالة. وهو كلمة كانت طيبة وكانت صادقة، وكان يرى فيها بصيص عظيم جدا بالنسبة للليبيين، ويقول إن إن شاء الله إذا كان الليبيين اتحدوا وتوصلوا إلى كلمة سواء فنحن جاهزين للحل السلمي للكلمة الطيبة وللصلح بين الأطراف. نحن في ليبيا، نحن ليبيين وعرب ومسلمين وسنة، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، لا توجد بيننا خلافات جذرية عرقية، ولكن ما هي إلا أفكار مستوردة طوت على البلاد من الحكم السابق الذي كان لا يراعي في الله سبحانه وتعالى حكما، ولم يكن وضع قوانين ولم يكن وضع دستور للبلاد ولم يكن هناك جيش والقوات المسلحة، تركها كما هي. وهذا الأمر اللي حصل، وحصلنا نحن في مشاكل كثيرة جدا، وحصلنا في أفكار جديدة هي غريبة علينا وعلى بلدنا لا نعرفها، ولكنها وصلت. عمد عطية، من الذي أوصل الأمور في ليبيا في هذه المرحلة لأن تكون مستباحة من جانب بعض الدول وتحديدا الدول الطامعة في مقدراتها وثرواتها؟ نعم سيد، أوصلها أصحاب المروض النفيسة، أصحاب الناس الذين يسعون للكراسي ويسعون إلى جمع المال بأي طريقة هو يريد يصل إلى غايته، يعني الغاية لها طرق فضيلة ورذيلة، هم اختاروا الفضيلة اختاروا الرذيلة بحيث أنهم يحكموا الشعب بالحكم استبداد ويستفادوا ويستولوا على أموال الليبيين وخاصة النفط، ويتم توزيعها كما هو موجود، وتكوين ميليشيات دمار وخراب لليبيا، وفي الأخير تعاونوا مع الأتراك المستعمر السابق لنا، لم يترك لنا إلا المرض والجهل والتخلف والفقر، هذا اللي ترك لنا التركي، هذه المشاكل معروفة في التاريخ الليبي ومفهومة، واستأجر لنا إخوة لنا ولكنهم ليس بإخوتنا، واعتقد أنهم ليس بمسلمين، هم سوريين شلة جابوها لغرض المال تقتل الليبيين وتدمر الليبيين وتدمر بيوتهم وتدمر مزارعهم وتدمر اقتصادهم في سبة المال، يقتلون الناس يقتلون الجيش الليبي. الجيش الليبي هو وحدة الوطن، والجيش الليبي هو أملنا، والجيش الليبي هو أمل كل شيء، ولا بد من الدولة ولا بد من قيام الجيش ولا بد أن نحن نسعى بإذن الله سبحانه وتعالى إلى تكوين دولتنا، ونسعى إلى الظهور على أرضية صادقة صلبة لنعلن نحن ليبيين ونحن أشراف ونحن عرب. نعم. ونحن أحرار. عمد عطية، هناك من يقول إن ثمة ضمانة لاستئناف العملية السياسية أو للوصول إلى حل سياسي قائم على فكرة الميليشيات المسلحة والتشكيلات المتطرفة. نعم سيدي. هل هذه الفرضية قائمة؟ نعم، نحن نتمنى أن تكون قائمة. نعم. ونرحب بها ونمد يدنا لها، لا نحن لا نسنا دعاء تقسيم نسنا دعاء تقسيم، نحن نسعى لليبيا، ليبيا واحدة موحدة شرق وغرب وجنوب، نحن عددنا قليل
وأرضنا واسعة وكبيرة، خيراتنا واجدة بسم الله ولله الحمد، وهذا من فضل الله علينا. نحن لم نكن نقصد أن نقسم ليبيا بين اثنين أو حتى ثلاثة. نحن نسعى إذا قامت الدولة علم والوفاء والحب والاقتصاد والنصر البذور السلام والمحبة في بلادنا على أرضنا الطيبة الطاهرة. الخط الأحمر الموضوع والمرتبط بسرت والجفرة، من الذي يمتلك قرار تجاوزه من عدمه احترام الخط الأحمر من عدمه؟ الميليشيات ولا السلطة أو ما تعرف بالسلطة السياسية الموجودة هناك، ولا الأتراك هم الذين يمتلكون؟ أي سلطة تقصد؟ إذا كان هي طرابلس، هي سلطة طرابلس، هي سلطة ليس محترف بها قانونا. نعم. فهم ميليشيات، هم ميليشيات ككل، واستعانوا بإرهابيين، جابوا لنا إرهابيين هم صوريين والأتراك. الأتراك لها مطمع كبيرة في ليبيا، لها مطمع كبيرة في البحر وفي البر في الجو. موقع ليبيا موقع جغرافي، وارضيته طيبه وخيراتها كثيره، وهم يستغلون موقعهم سياسيا حتى مشاكلهم مع اليونان، مشاكلهم مع قبرص. نحن ما فيش مشاكل، ما فيش حدود بينه وبين الاتراك، ولكن هم يخلقون المشاكل ويريدوا ان يدخلوا ليبيا باي طريق كانت وباي وضع كان حتى يتساهل لهم خراب ودمار باقي افريقيا. توصيف تركيا على انها قوة احتلال ودولة مستعمرة أصبح توصيفا متعارف عليه بين جموع الليبيين. نعم، متعارفين عليه بأكثر بأكثر، أنه إرهابيين وأنهم مستعمرين، وأنهم جاءوا لخراب ليبيا ودمار ليبيا والاحتلال ليبيا والاستيلاء على خيراتها. هذا نحن باش اتجهنا إلى ابن مصر بار، إلى سيادة الرئيس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب مصر العريق وتاريخ مصر العريق، والشعب المصري والشعب الليبي شعب واحد، شعبين، يعني شعب واحد في دولتين اللي هي ليبيا ومصر. نعم. ومصر من قديم الزمان تاريخها مشرف، تاريخ العروبة، تاريخ النضال، تاريخ نقول لك الأحرار. فمصر هي مصر مهما الزمان. نعم. مصر هي مصر مهما الزمان جاء، ولو الزمان علي جارة، فمصر هي مصر حقيقة الحقيقة. حتى في عهد القذافي كانت تحل في مشاكل القذافي. نعم. حتى في عهد المشاكل القذافي كان مشاكل أمور. نعم. في العالم الغربي في المجتمع الدولي كانت مصر سباقة، ومصر لها كلمة طيبة، ومصر وضعها ممتاز. نعم. ومصر بتاريخها ومكانتها وشعبها نحييهم ونسجل لهم تحية وسلام واحترام، ولك مني ولقناتك المفضلة. شكرا جزيلا لك العمدة عطية العشيبي عضو مجلس أعيان ومشايخ ليبيا، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. شكرا لحضراتكم أيضا، إلى اللقاء.